Say,
المصطفى صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما يتليق عن كتابة بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وولوا إلى مقارب الأخلاق سبقا. غزاهم بالمؤمنان حلما وربكا والرؤوف لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل والطوي على المعنى الزجر إذا دعا المسكين عذابه إجابة معجلة. وهو العب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة ولو مع سولة الأخلاق غيبة الكوية التي ترتعد من خاف رعيس الحقياء من البرية. وبالنصر تطرة الطرف والمناجل وبعرف ذكر قطيبة المجالس والمحابر. فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه في أشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو مطلقا عن زين الوجود. أزمرته بوجه الحبيب وسالي والأرغل في مجدي ومكاني. أوصاف عز قد على مجدها عزت على نسوة بإناني. وقد انبازت القلم في تدوين ما أفادوا إلهم وكلم مولد النبي الكريم. ولكي يتم أقربه الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتنظيم والخلق العجيب. فأسنى مني أن أمسك عن الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يسر عبدك كما يسر تقديم بعدي عبد الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما تجمع الفكر من دري الأوصاف المحمدية وجودا توجهت إلى الله متوازلا في سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل شفيعي مشكورا وفعلي محمودا وأن يطلب عمل في الأعمال المرغوبة والتوازه في التواجد الخالصة والصلاة الموصولة. اللهم يا من عليه نتوجه العمل فتعود زافرة وعلى بابه جديدة الرهال فتغساها من ميولات الغامرة. نتوازه إليك بعصراك وسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمد رسالة العالمين أن تصلي وتصلي على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وعبيد شرك وهامل غاية لدعوتك الساملة الأب الأكبر المغوب الأول محسس في سرف الأبهار في كل موطن من موادن القرب ومزهر. قاسم عدادك بعبادك وساكب إرسادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف السكلين
العبد المعبوب الخالص المسلم منك بعجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل قطر الترام من عقابه. اللهم إنا تقدم إليك جاج النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف من مقامه العظيم. أن تلاهدنا بحركتنا وسكنتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أكوارنا وتقلباتنا في جميل رعايتك وحسن وكايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتقبل منا ما تهرمنا في منياتنا وعمالنا وتسألنا في حضرة هذا الحبيب من الخاطرين وفي طرع إذكه من الصادقين ولحقك وكي من المعدين ولآلك من الحافظين. اللهم إنا لنعتمع في رحمتك الخاصة فلا تهرمنا وزرنا الجميلة هي وصلتنا إليك فلا تحيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء من الدين وتوجهنا بإليك مستسفئين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء والعس والمسيء بالعسان والسائل بما سأل والمعمل بما عمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووزرا وماله وزهرا وأمة ببركة وزر بوزي أولادنا ووالدنا وأهل قدرنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع عقار منصورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وسورة واقصف يا الله مقربة المقربين واغضي دين البادنين واغفر للمسلمين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وخفي شر المعدين والظالمين وبسط العدل بولاة الحق في جميع النواهي والأقطار وأيدهم بتأييد من إنتك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرج المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك القائمين وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آل وأصحابه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.